وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ. أستاذ محمود، يعني بعد تحية، كيف تابعت أبرز المحاور التي تحدث عنها رؤساء الدول المشاركة في هذه القمة؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد كان النهاردة في فرصة جيدة جدا للسلام في السودان بترعاها مصر مع دول جوار السودان. ربما كل كلمات القادة والزعماء من دول جوار السودان كانت بتحث على وقف إطلاق النار بشكل فوري والبحث عن آلية لوقف الاقتتال الداخلي في السودان وتقليل التكلفة الإنسانية الباهظة وتكلفة الدم التي نراها الآن في السودان والبحث عن حلول سياسية من أجل الخروج من هذه الأزمة. ربما الدعوة المصرية بتستكمل الجهود المصرية الحثيثة التي بدأت منذ اليوم الأول للأزمة السودانية بالبحث عن مخرج يشمل كل التيارات السودانية ويوقف القتال ويمنع التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني الداخلي ويحافظ على المؤسسات الوطنية ويحافظ على التراب السوداني من ما يعني يحدث الآن من أزمات داخل السودان. حسنا، يعني دعني أسألك، كيف ينظر المسؤولون في السودان إلى هذه القمة؟ بالتأكيد هناك تفاهم وهناك تواصل ما بين الدولة المصرية ودول الجوار بالأطراف المختلفة داخل السودان، وربما أهم ما يمكن البناء عليه هو البحث عن رؤية مشتركة لدول الجوار من أجل حل الأزمة السودانية. هذه الرؤية المشتركة يعني تنبع من اتفاق كل الأطراف سواء في الداخل السوداني أو من دول الجوار أنه يبقى في وقف حقيقي لإطلاق النار والبحث عن اتفاق سياسي يضم كل القوى السياسية داخل السودان ويكون مبنيا على رغبة ويعني مصلحة الشعب السوداني في المقام الأول، خاصة وأنه الأزمة السودانية الأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم، الخدمات تتراجع، القتال الداخلي له فاتورة باهظة جدا من الضحايا ومن المدنيين. يعني هناك بحث عن إعادة أعمار السودان مرة أخرى، خاصة بعد يعني الاقتتال ما وصل إلى تدمير البنية الأساسية داخل السودان. أتصور أن هذه القضايا تهم كل دول الجوار وتهم كل السودانيين في المقام الأول. البحث الآن عن تقديم المساعدات للشعب السوداني ثم الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار وبحث عن حل سياسي يضم كل القوى السياسية ويضم أيضا يعني كل الدول التي لديها مصالح مباشرة من دول الجوار. والبناء على البيان الختامي اليوم أتصور أنه هو يمكن أن يكون بداية لحل حقيقي يعني لوقف مستدام لإطلاق النار والخروج بعملية سياسية تضم الجميع وتضم يعني هذه المصالح في رؤية موحدة من أجل الوصول لحل لهذه الأزمة. نعم، يعني دعني أتطرق إلى أنه كان هناك العديد من المحاولات لحل هذا الصراع وإنهاء هذه الأزمة. يعني برأيك إلى أي مدى تشكل هذه القمة فرصة حقيقية جديدة لحل هذا الصراع؟ بالتأكيد هي فرصة وبالتأكيد هي نابعة من دول الجوار الجغرافي المباشر في السودان والتي تتأثر الآن بموجات النزوح القادمة من السودان وتتأثر الآن يعني في خضم هذه الأزمة الاقتصادية العالمية تأثيرات مباشرة على اقتصادها وتأثيرات مباشرة على قدرتها على توفير الاحتياجات المطلوبة لشعبها وللضيوف والأشقاء السودانيين. وبالتالي هذه الأزمة تريد الحل وتبحث عن حل حقيقي. هذا الحل مبني على أنه هذه الدول تتفق على مسار سياسي لهذا الحل، أنه دول العالم تقدم دعما حقيقيا لهذه دول الجوار من أجل البحث عن الحل المطلوب لهذه الأزمة، أنه وقف الاقتتال هو بداية هذه الحل وأنه المساعدات مطلوبة حتى تستطيع هذه الدول أن تقدم الدعم المطلوب للأشقاء السودانيين. وده ربما يمكن أن يبنى على ما تم الاتفاق عليه اليوم في الإعلان الختامي لمؤتمر دول الجوار. نعم،
حسنا أستاذ محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، شكرا جزيلا لك.